حبوباتي الغزالات، مرحبا بكم في نهار جديد وفي يوم جديد وفي دي اي واي جديد. اليوم العمل اليدوي اللي غندير معكم غيكون واده، نتمنى يعجبكم. راه ساهل وغير كتبقاي تلصقي، زعما ما فيه لا تقطع لا التلصاق لا والو. نتمنى يعجبكم ونتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. اكيد غادي تطلعوا بشي فكره ولو فكره واحده اللي تقدروا تستعملوها في اي حاجه عندكم في الدار بغيتوا ديروا ليها على ديكوراسيون. انا هاد لابواط هادي ديال لي بيجو اللي كانت عندي ديجا في الدار، كانت جابتها لي اختي في واحد العيد ميلاد ديالي، هادي شي 4 سنين ولا، وقلت نعاود لها غير الزواق، فدرت فيها هاد المرايات وهاد، فتبدل اللون ديالها ولات جديده ولات زويونه. وهذا يا حبوباتي هو الشكل النهائي ديال العمل اليدوي اللي غنديروا اليوم، غادي يجي على هذا الشكل. ما غاديش نقول لكم شنو هما حتى تشوفوا معايا لا فيديو، غتشوفوا بس صايبنا هاد لابواط وكيفاش ولا الشكل ديالها في الاخير. هذا هو الشكل ديالها، ولات غزاله ولات انيقه، تقدري تحطي فيها لي بيجو ديالك بكل فخر. ولنبتدي على بركة الله. غادي ناخذ هاد لابواط ديال التليفون، كنا كنشريو لي تليفون وكتبقى هاد لابواط هادي كتكون قاصحة وزويونة وما كنعرفوش شنو نديرو بها، كتقدري تلوحيها ولا كتبقى غير محطوطة في شي قنت. فأنا حاولت اليوم نخدمها في هاد العمل اليدوي، نتمنى يعجبكم. خليكم معايا، راه هاد لا فيديو غتكون شارحة نفسها. حاولت ندير لي زيتاب كاملين اللي درت اللي صايبت بهم هاد لابواط، وغادي نخليكم على فيديو. فانا هنايا حاولت نغلف هذاك الداخل ديال لابواط، كان عندي هاد الطريف ديال الجلد فهاد لا كولور كامل. نتوما تقدروا تستعملوا اي كولور كتعجبكم، تقدروا ما تستعملوش الجلد، تستعملوا غير شي توب هكا يكون بحال فيلور ولا، المهم اي حاجه عندكم في الدار تقدروا تستعملوها. واكيد غادي يجي الشكل النهائي ديالها غيجي زوين. غير تبعوا معايا هاد الخطوات كلهم وانا اكيده بان النتيجه غادي تعجبكم. وهاد الطريف اللي كتشوفوا في يديا هذا هو اللي غادي يكون الغطاء ديال هاد لابواط، غيكون بحال هكا، غادي نقطع ليه غير واحد جهه وحده اللي غنقطع باش تولي متحركه فاش نلصقها مع داك الطرف التحتاني، تولي كتسد وكتحل. غادي ناخذ اللصاق ديال الخشب، غنغلفو غنديرو فوق من هاد لابواط كلها، وندير فوق من هذاك الجليتر. هادو انا غادي نوري لكم كيف دايرين، راه كاينين في اي بلاصه، المهم غادي نديرهم فوق هذاك اللصاق كامل. نحاول ما نخليش شي بلاصه تبقى تبان باش حتى ديك الكتبه وديك الزواقه اللي كاينه ديجا في لابواط ما تبقاش تبان ليا. منها كدير ديكوراسيون زويونه، ومنها غادي تحيد لي داك لو ديفو ديال ديك لابواط شنو مكتوب فيها. هنايا غادي ناخذ واحد الطريف نقطعو على قياس ديك لابواط ديالتي، طريف ديال الفولور، وغادي نبقى نلوي هكا، ندير منه ثلاثة ولا أربعة على حساب القياس ديال لابواط ديالتك. كنلصقو من التحت وكنحطهم، كندير واحد حدا واحد باش هي هادي البلاصة اللي غادي يكونوا فيها الخويتمات وداكشي كيلصقو فيها.
والداخل غادي نحاول دوك البليصات اللي فيهم البلاصه اللي لصقت فيها الجلد مع الجلد. الا كان كتبان لك شويه فيها اللصقه ولا غادي ناخذ نفس الطريفه ديال هذاك الزاج اللي درت في اللي غادي نلصق في لابواط، نحاول نلصقو في دوك الجنيبات باش يجيوني بيان فيني. ومن بعد ما نشفت لي هذيك اللصاقه اللي درت فوق لابواط، غادي ناخذ هذا الطريف هذا نحاول نلصقو مع لابواط اللي لتحت باش تولي لي قطعه واحده. نبقى نسدها هكا ونحلها. وهادو هنايا هما المرايات اللي كان نلصق في هاد لابواط اللي غادي نلصقهم في لابواط. وهذا السبراي اللي كنديرو فوق من ديك اللصاقه اللي درنا وداك الجليتر باش ما يتحركش، ما حتى واخا ينشف منين نقيسو ولا ما يتحركش، فغيبان لكم دابا بيض غير كينشف وكيولي ترانسبارون. هاد المرايات هادو انا كناخذهم من علي اكسبريس. الا بغيتو قلت لكم المعلومات نقدر نخليهم لكم في صندوق الوصف، اولا سولوني انا غادي نعطيكم لو ليان ديالهم. فغادي ناخذهم كتكون فيهم واحد اللصيقه من التحت، غادي نحيد لهم غير هاد الكويغات اللي كيكون لاصق فيهم وغادي نبدا نلصقهم في لابواط ديالي. نتوما الا عندكم شي نوع اخر من هاد الشيء اللي كيبري تقدروا ديروا اللصاقه اللي كتعجبكم وتلصقوهم. انا هادو جاوني ساهلين وجاوني كيجيو حتى في المنظر راقين وزوينين بزاف. هما الثمن ديالهم ماشي غالي بزاف كيف ما قلت لكم. الا بغيتوا المعلومات اكثر نقدر نعطيهم لكم، ولكن غير دخلوا لعلي اكسبريس غادي تلقاهم فاسينمون. سمحوا لي يا حبوباتي غادي نخرج شويه على هاد النطاق هادشي اللي هاد العمليه داو اللي كندير، وغادي ندخل معكم غير في واحد الدردشه خفيفه ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تكون يكون الميساج ديالي يوصل لكم. بالنسبه لهاد الاعمال اليدويه كامله اللي كندير لا انا ولا الناس الاخرين، خصكم تعرفوا بان هادشي تقدروا الا مشيتوا غير لشي بلاصه شي محل ديال هادشي ديال الاتراك ولا تقدروا تلقاوهم باثمنه رخيصه وغادي يحيد عليك هاد العذاب كامل. ولكن المغزى من هاد الاعمال اليدويه ماشي هو الشكل ديالها كشكل، ولكن داك الوقت اللي كدوزي وانت كتصايبي فيه، الطريقه ديال كتعلمك الصبر، كتعلمك ان الحاجه كتولي عندك عزيزه ملي كتكوني دايراه بيدك كتولي عزيزه. و الا كنتي انت وليدات كنتي وبنتك ولا كتعلميها في هذا الشيء، غادي تلقاي واحد الوقت مع بنيتك تعطيها واحد الافكار، يكون عندكم وقت فاش تهضروا مع بعضياتكم. فدي اي واي كدي اي واي زعما كعمل يدوي فهو ماشي غير النتيجه الاخرى ديال الحاجه اللي كتصايبي، ولكن داك الوقت اللي كتقضيه وانت كتصايبي في هذه الحاجه اللي كتعجبك. وغفنوا عن موتون. بالنسبة لطريقة الزين كلكم كتعرفوا تبارك الله عليكم، كلكم أنيقات وعندكم الذوق تبارك الله. فالطريقة الزين الأخيرة غتبقى لكم نتوما، تقدروا تختاروا أي حاجة كتعجبكم وتزوقوا بها لابواط ديالتكم. وهذا هو الشكل ديالها الأخير، نتمنى تكون عجبكم وهاد ليدي اللي درت معكم اليوم تكون تنفعكم. زعما هادو اللي لصقت الفوق انا كيتباعو هكا حتى هما في علي اكسبريس، تقدروا تاخدوهم هكا من علي اكسبريس ولا تمشيو عند الدروغري. راه كاينين بزاف ديال الانواع ديال هكا مرايات صغورين كيلصقوا، ولا تقدري تلصقي فيهم غير عقيقات ولا المهم ديك الساعه داكشي كيرجع لك انت اللي تقدري تزوقيهم على الطريقه اللي كتعجبك وعلى داكشي اللي كيعجبك وفين غادي تحطي هاد الحاجه اللي كنصايبو.
انتم يا حبوباتي الا كنتو بغيتو ديروا هذا الشيء كمشروع زعما شي حاجه تبيعوها وبغيتو لا فينيسيون اكثر، تقدروا تصبغوها بشي لون كامله زعما باللون لارجونتي ولا الدوري ولا شنو اللي كيعجبكم، ولا تلصقوا فيها بحال هاد المرايات اللي حتى هما انا غنبقى نقول لكم كل مره علي اكسبريس لانه هو الاثمنه ديالته رخيصه وهادشي عنده زويون انا بعدا كيعجبني. قلت لكم غتقدروا هاد بحال هاد المرايا هادي اللي كتكون هكا فليكسيبل تقدري دوريها على هذيك الكرتونه كلها باش تكون لك اون فينيسيون زوينه باش حتى الا بعتيها ولا تبيعيها وانت وجهك احمر. صافي يا حبوباتي انا ما غاديش نكثر عليكم الهضره واخا كثرت عليكم ديجا، ولكن هذه كانت النتيجه اون بواط هكا اللي نقدر ندير فيها لي زاكسيسوار ديالي، نقدر نحط فيها نحطها زعما في بلاصه تكون باينه في لو صالون ديالك لان حنا العيالات كندخلوا من برا اول حاجه كتبغي تهني منها وتخلصي منها هي خويتماتك وما كانتك وهذا، فكل مره كتحطها في طبصيل مره كتحطيها في فوق طبله مره فيقدروا يتودروا لك، تقدري تحطيها دي في الصالون ديالك ولا في الدخله ديال الدار. منين ترجعي من برا اول حاجه تحطي لي زاكسيسوار ديالك تما تكوني مهنيه عليهم. هذا كان حبوباتي هو الدي اي واي ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ولا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم اللي كيحمقوني وكنقراهم واحد واحد وكنحاول انني نجاوب عليكم كاملين. شكرا لحسن المتابعه وباي باي.